شاومي هتجيب اخرتنا. صباحو للي عنده صباح، مساءو للي عنده مساء، وتصبح على خير للنامين. بارت 1، لانه اثنين بارت بدنا نشرح بتمعن بهذا الساعه، لانه قد ما نشرح ما حنوصل للهدف. اليوم عم نحكي عن ساعه جديده اسمها اس 3، شاومي ووتش اس 3. بيجي منها لونين. بحياتنا سمعنا عن ساعة في بقلبها NFC، أكيد سمعنا، كل الساعات بتجي NFC لأنه ندفع عبرها، بس بحياتنا سمعنا عن ساعة في بقلبها بازل بالNFC، بتفكها هيك بتجيب لها أي لون بس تحطه وتعرف عليها بصير يعطي الباكجراوند على لون اللي أنت حطيته. هيدا ما سمعنا عنه. هيدا ستراب تاعها بيجي لونين، أسود وبيجي هيدا السيلفر. هيدي الساعة بتيجي 1.43، اكيد حجم الشاشة مثل ما متفقين. هيدي بتيجي 60 هرتز. هيدي الساعة بتشرج وايرلس 326 بي بي اي 600 نيتس اللي كنا حاكين عنه قبل انه بالشمس ما بتضايقنا. هيدي الساعة بطاريتها بتضاين 10 ايام. سبورت 150 بلس سبورت مود، فيها اكثر من 150 طريقه للسبورت. هيدي الساعه اللي عم نحكي عنها هي شاومي، اب تو 15 يوم معلم، اذا مع شغل 15 يوم بتضاين بطاريتها، وهي بطاريتها مش كتير كبيره. انا نفسي مثل ما اتفقنا عليها، واللونين اتفقنا عليهم، 5 ATM ووتر ريزيستنت، يعني ما بنسبح كتير، الخفيف شتاء وطرطشه. هيدي الساعة مميزاتها كتير كبيرة. هيدا تشارج تاع الوايرلس، شارجها كتير مهم وكتير سريع. بلوتوث كول بتاخد، واتس اب كول بتاخد، اكيد حسب الموديلات اللي بتعملها ابديت وكل شيء. هيدي الساعة ما لنا قلب نتركها لانه كتير حلوة عن جد. السيريال نمبر تاعها وتشارجر مثل ما قلنا، اول داي هارت ريت، تشتغل هارت ريت كل دقيقة، بتقدر تعطيك دقيقة بدقيقتها مثل ما اتفقنا. بلوتوث كول. هيدي الساعة حقها بس 145 دولار. اما الساعة التانية اللي حتكون بالبارتو اللي هي الاسمها الاس 2، هلأ بتشوفوا الاس 2، بس هيدي مش اس 2، هيدي ووتش 2، لان سيريل ووتش غير سيريل اس. انطرونا وراح نحضركم التانية ويا الروح.